بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد جامعة الدمام كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وكالة التعليم عن بعد. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سادس المحاضرات المسجلة من مقرر نظريات التنظيم، والتي سنتناول فيها بمشيئة الله تعالى فصل جديد من فصول المقرر، وهو يتحدث عن الفعالية التنظيمية. طبعا يا جماعة، في المحاضرة الأولى من محاضرات المقرر وإحنا كنا بنتكلم عن مقدمة عامة عن المقرر وفصول عامة، المقدمة عن جميع فصول المقرر، وكنا قلنا إن هذه المحاضرة تعتبر من أهم المحاضرات المتعلقة بالمقرر، لأنها كانت بتفتح الصورة أو بتوضح الصورة كاملة أمامكم. لان كنا في هذه المحاضره كنا بنعطي لحضراتكم، بندرس لحضراتكم نبذه مختصره عن كل فصل. فطبعا في هذه المحاضره كنا قلنا لحضراتكم يعني ايه فعاليه، يعني ايه كفاءه، ايه الفرق ما بين الفعاليه والكفاءه بشكل سريع. طبعا اللي كان فاهم الكلام اللي انا كنت بقوله في المحاضره الاولى هتبقى بالنسبه له المحاضره بتاعت النهارده موضوع سهل جدا، وهو من الموضوعات الشيقه في مقرر نظريه التنظيم، واتوقع اللي انتوا حضراتكم ممكن تكونوا درستوه في مقررات كتيره، مش الفعاليه التنظيميه، ولكن عرفتوا يعني ايه فعاليه، يعني ايه كفاءه، ايه الفرق ما بين الفعاليه والكفاءه. احنا طبعا في المقرر بتاعنا هنركز على الفعاليه التنظيميه، وهنركز على كيفيه قياس الفعاليه التنظيميه. يعني لما نقول احنا المنظمه ديت فعاله ولا غير فعاله، يبقى هنركز على كيفية قياس الفعالية التنظيمية. في عندنا العديد من المداخل المتعلقة بقياس الفعالية التنظيمية. نشوف مع بعض محتويات هذا الفصل. محتويات الفصل هنتناول فيه بمشيئة الله تعالى مفهوم الفعالية التنظيمية، مفهوم الكفاءة التنظيمية، فرق ما بين الاثنين، النقطة الثانية والمهمة جدا مداخل قياس الفعالية التنظيمية. عندي العديد من مداخل قياس الفعالية التنظيمية، هنتكلم عن مدخل القدرة على تحقيق الأهداف، وهو دوت يعد الأكثر المداخل انتشارا، أو دوت يعد اللي هو المدخل اللي موجود في معظم كتب إدارة الأعمال. المدخل الثاني هو المدخل النظمي، واعتقد ان حضراتكم طبعا فهمتوا يعني ايه نظام لو احنا كنا اتكلمنا في الفصل الاول ودرسنا مفهوم التنظيم من منظور نظمي، واتكلمنا قلنا ان النظام هو عباره عن مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات، تغذيه عكسيه، دوت بنقيس بيه الفعاليه التنظيميه وكيفيه النجاح في كل مرحله من مراحل النظام. المدخل الثالث هو مداخل القدرة على إرضاء الجهات الاستراتيجية المؤثرة في التنظيم. المدخل الرابع هو مدخل القدرة على التوافق بين القيم والمصالح المختلفة. المدخل الخامس هو المدخل الأخير في المقرر بتاعنا، هو مدخل إدارة الجودة الشاملة. نبدأ مع بعض في أول جزئية من جزئيات المقرر، وهو مفهوم الكفاءة والفعالية. طبعا يا جماعة، كفاءة وفعالية، عندما نتحدث عن الفعالية فاحنا بنتحدث عن نتيجة، عن نتيجة أو عن إنجاز أهداف، وعندما نتحدث عن الكفاءة فنتحدث عن الطريقة أو طريقة الوصول إلى الهدف. فالفعالية تتعلق بإنجاز الهدف، أما الكفاءة فالمعنى المختصر ليها الاستخدام أو الرشد في استخدام الموارد، الرشد في استخدام الموارد. فالفعالية هي تتعلق بإنجازي للأهداف. أقول لحضرتك أنت فعال ولا مش فعال إزاي؟ لو حضرتك محدد لنفسك أهداف وقمت فعلا بالوصول إلى هذه الأهداف، يبقى أنت كده فعال. يعني الفعالية غير مرتبطة بوضعك للهدف، لأن أنا ممكن أكون واضع أفضل أهداف في الدنيا ولكن لم أقم بتحقيقها أو لم أقم بإنجازها. معنى كده لاني فعال؟ لا طبعا، يعني كده مش فعال. الفعاليه ترتبط بانجازي للهدف، وضعت لنفسي مجموعه من الاهداف وتم التوصل فعلا الى هذه الاهداف وتم تحقيقها، يبقى انا كده فعال. اما بالنسبه للكفاءه فهي تتعلق بالطريقه الاقتصاديه التي يتم بها انجاز الاهداف او الرشد في استخدام الموارد. طبعا انا في تحقيقي لهدفي ممكن انفق فلوس كتير جدا واهدر موارد كتيره جدا داخل المؤسسه، وممكن اوصل لهدفي برشد كبير جدا في استخدام الموارد اللي موجوده عندي. لو كنت رشيد وكنت اقتصادي في وصولي الى الهدف، يبقى انا كده كفء.
ولو كنت غير رشيد في توصلي الى الهدف يبقى انا كده غير كفء. خلي بال حضراتكم، طبعا احنا بنتكلم لما نتكلم عن الكفاءه والفعاليه الفرق بينهم واضح جدا. عندما نتحدث عن الفعاليه التنظيميه فاننا نتحدث عن انجاز الهدف وليس وضع الهدف. حضرتك كونك اللي انت تنجز اهدافك يبقى انت كده فعال. الكفاءه، هل حققت اهدافك دي بتكلفه قليله او عندك رشد في استخدام الموارد اللي موجوده عندك ولا لا؟ لو عندي رشد في استخدام الموارد وعندي حققت اهدافي بتكلفه منخفضه يبقى كده انا كفء، انما لو حققت اهدافي بتكلفه مرتفعه يبقى انا كده غير كفء. احنا لما بنفرق ما بين الكفاءه والفعاليه يا جماعه تخلي بال حضراتكم، انا مش بميز الفعاليه عن الكفاءه ولا بميز الكفاءه عن الفعاليه وايهما افضل. انا كفء يبقى انا كده الفعال افضل مني، او انا فعال يبقى الكفء افضل مني. لا، احنا دائما عندما نتحدث عن الكفاءه والفعاليه بنعطي ازاي حضرتك تكون كفء وفعال في نفس الوقت، ازاي توصل لنتيجتك وفي نفس الوقت توصل لهذه النتيجه باقل تكلفه ممكنه، وهذا هو المراد من هذا الموضوع. فديت التعريفات اللي قدام حضراتكم كده. الكفاءه، الكفاءه عباره عن ايه؟ انا قلت لحضراتكم الفرق ما بين الاثنين باختصار جدا. الكفاءه عباره عن الطريقه الاقتصاديه التي يتم بها انجاز العمليات المتعلقه بالاهداف. لو انا كنت اقتصادي في وصولي للهدف فانا كده كفء، اما لو ما كنتش اقتصادي في وصولي الى الهدف فانا كده غير كفء. اما بالنسبه للفعاليه التنظيميه هي قدره المنظمه على تحقيق الاهداف. خلي بال حضراتكم الفعاليه بشكل عام هي قدره المنظمه على تحقيق الاهداف، ولكن عندما نتحدث عن الفعاليه التنظيميه فاننا نتحدث عن قدره المنظمه على تحقيق اهدافها المرتبطه بايه؟ المرتبطه او التي تصب في مصلحه التنظيم. يعني ايه تصب في مصلحه التنظيم؟ طبعا احنا عارفين ان المنظمه مكونه من العديد من الاطراف. في عند ملاك، في عند عاملين، في عند إدارة، في عند موردين، في عند عملاء، في عند وسطاء أو موزعين، في عند جهات حكومية، في عند العديد من الأطراف المؤثرة في التنظيم. الفعالية التنظيمية أقول هذه المنظمة فعالة أو غير فعالة عندما تكون هذه أهداف هذه المؤسسة التي تم إنجازها ترتبط بكافة الأطراف المؤثرة، يعني ترتبط بمصالح العميل، ترتبط بمصالح الموظف، ترتبط بمصالح الملاك، ترتبط بمصالح الإدارة، ترتبط بمصالح الموردين والعملاء وغيره. فالفعالية ليست قدرة الفرد على تحقيق أهدافه. يعني أنا ممكن أكون بشتغل في أحد المؤسسات وبشتغل مدير لمؤسسة معينة ووضعت هدف داخل المؤسسة وهو هدف يتعلق بالمؤسسة، ولكن هذا الهدف يصب في مصلحتي الشخصية، هل كده يبقى في فعاليه تنظيميه؟ لا، ما يبقاش في فعاليه تنظيميه، على الرغم ان انا وضعت هدف وتم تحقيقه، ولكن هذا الهدف لا يصب الا في مصلحتي انا الشخصيه، يبقى كده ما اقدرش اقول عليها فعاليه تنظيميه. حضرتك كده فعال ولكنك فعال من الناحيه الشخصيه. انما لما نتحدث عن الفعاليه التنظيميه فهي تحقيق الاهداف دوت لابد ان يصب في مصلحه كافه الاطراف، لابد ان هو يخدم العميل، لابد ان يخدم الموظف، لابد ان يخدم الاداره والموردين والعملاء والوسطاء وغيره. يبقى دوت بشكل عام كده الفرق ما بين الكفاءه والفعاليه. يبقى عندما نتحدث المنظمه عن الفعاليه هي قدره المنظمه على تحقيق اهداف المرتبطه باحتياجات كافه الاطراف المؤثره في التنظيم، او المرتبطه بكافه المؤثرين في التنظيم. يعني عرفنا كده الفرق ما بين الكفاءه الفعاليه. يبقى هل ممكن انا اكون فعال وغير كفء؟ طبعا زي ما احنا اتكلمنا، انا ممكن اكون فعال جدا ولكنني غير كفء. انا مثلا وضعت، انا بعمل مدير لاحد المؤسسات وقمت بوضع هدف معين يتم تنفيذه خلال عام. هذا الهدف بيقول ان انا وضع هدف معين اللي احنا نبيع 100,000 وحده ايا كان نوع السلعه، 100,000 وحده في نهاية هذا العام. يبقى هدفنا ايه؟ اللي احنا نبيع 100,000 وحدة في نهاية العام. في نهاية العام تم بيع ال 100,000 وحدة فعلا، معنى كده ان انا فعال ولا غير فعال؟ معنى كده ان انا فعال. عملت حسابي ابيع 100,000 وحدة
وتم بيعهم فعلا، معنى كده ان انا عندي فعاليه ولا غير فعال؟ معنى كده ان انا فعال. اما بالنسبه للكفاءه، انا ممكن علشان ابيع ال 100,000 وحده دول اهدرت كثير من الموارد، دفعت عمولات كتير جدا، عملت حملات تسويقيه في غايه التكلفه، زودت التكلفه المتعلقه بالانتاج، وما كانش عندي استغلال امثل للموارد، ما كانش عندي رشد في استخدام الموارد اللي موجوده عندي، يعني ما كانش في اقتصاديه في عمليه الانتاج وفي عمليه التسويق وفي عمليه الاداره، ووصلت الى هدفي. انا وصلت لهدفي كده تمام، انا كده فعال، ولكن انا ما كانش عندي رشد في استخدام الموارد اللي موجوده عندي داخل المؤسسه. هل انا كده كفء؟ لا، انا مش كده كفء، انا كده فعال، ولكني لست انا كده مش كفء. اما بالنسبه انا عايز اعمل لنفسي، عملت لنفسي هدف 100,000 وحده وتم بيع ال 100,000 وحده فعلا، يبقى انا كده فعال، ولكن وصلت الى هذا الهدف باقتصاديه عاليه جدا في عمليه الانتاج وعمليه التسويق وعمليه الاداره، كنت رشيد جدا في استخدام موارد، كنت بخفض التكلفه الى اقل حد ممكن، كنت حريص جدا على استغلال الامثل للخبرات والموارد البشريه اللي موجوده عندي داخل المؤسسه. ده معناه ايه يا جماعه؟ انا كده وصلت الهدف يبقى فعال، وفي نفس الوقت رشيد في استخدام مواردي، يبقى انا كده كفء وفعال. احنا هنا عندما نتحدث عن الفعال بقول لحضراتكم اللي انت لابد ان تكون او تتسم بالفعاليه وفي نفس الوقت بالكفاءه. في نقطه مهمه جدا عايز برضو اوضحها لحضراتكم، الفعاليه لها مقاييس كتيره جدا واحنا هنتكلم عنها بعد شويه. بشكل عام انا لو انا وضعت هدف لنفسي وتم تحقيقه يبقى انا كده فعال، ولكن احنا قلنا ايه؟ ان يكون هذا الهدف مرتبط باحتياجات المستفيدين داخل المؤسسة. انا ممكن اضع لنفسي هدف ابيع 100,000 وحدة زي ما قلت لحضراتكم من شوية، وبعت فعلا ال 100,000 وحدة، بعت فعلا ال 100,000 وحدة وحققت فعلا النتيجة. الاصل هنا ان اكون فعال، ولكن ممكن ما اكونش فعال. ما اكونش فعال ازاي؟ يعني انا وضعت لنفسي هدف وتم تحقيق هذا الهدف ولكني غير فعال. غير فعال ازاي؟ راجعوا الكلام اللي قلته من شويه، لان هذا الهدف لم يصب في مصلحه كافه الاطراف. لم يصب في مصلحه كافه الاطراف. ممكن اكون استخدمت اي اسلوب ملتوي علشان ابيع المنتجات بتاعتي. ممكن اكون في عندي منتجات سيئه تم بيعها للعملاء وبعت ال 100,000 واحده. ممكن يكون عندي منتجات سيئه قبل كده فنزلت عليها عروض وبعتها للعملاء مع انها منتجات غير صالحه للاستخدام وبعت ال 100,000 وحده. هل معنى كده انا كده فعال يا جماعه؟ انا كده غير فعال ليه؟ لان الهدف ده لم يصب في مصلحه العملاء. العميل اللي بعد ما بيشتري مني المنتج، اي نعم هو جه اشترى من حضرتك المنتج وبعت ال 100,000 وحده، ولكن بعد ما اشتري من حضرتك المنتج وجد ان المنتج اللي حضرتك بعته له هو منتج غير جيد، منتج سيء، منتج غير قابل للاستخدام. فهل هذه الحاله ايه اللي هيحصل من العميل؟ العميل هيؤدي الى ايه؟ العميل هيتكلم كلام سيء عنك جدا، العملاء هيقلوا عن حضرتك، العملاء هيسيبوا المؤسسه اللي هم المؤسسه بتاع حضرتك وهيروحوا للمنافسين، وبالتالي انت كده خسرت عملائك. انت كده حضرتك بتبص تحت رجليك، وضعت لنفسك هدف تحققه خلال هذا العام ولكن ما بصتش للسنه ولم تنظر الى السنه القادمه ولا السنه اللي بعدها وهكذا. زي ما احنا عارفين الغرض من اي مؤسسه او من اي منظمه ايه؟ الغرض من اي مؤسسه او من اي منظمه هي البقاء والاستمرار. عندما اضع هدف معين واقوم بتحقيقه لابد ان انظر ان هذا الهدف يصب في مصلحه بقاء المؤسسه. أنا ممكن أضع العديد من الأهداف، هذه الأهداف ويتم تحقيقها فعلا، ولكن قد يكون فيها بعض الإساءة لسمعتي، قد يكون بها بعض الإساءة للعملاء، وبالتالي إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ سمعتها هتتدمر في السوق، وبالتالي مبيعاتي هتقل سنة بعد سنة، ودوت هيؤدي إلى عدم استمراريتي في السوق. شوف، على الرغم اللي أنا حققت هدفي عايز أبيع 100,000 وحدة وبعت فعلا 100,000 وحدة، ولكني غير فعال. ليه؟ لأن الهدف
كان لا يصب في مصلحة كافة الأطراف، لا يصب في مصلحة العميل، ولكنه كان يصب في مصلحة من؟ في مصلحة الربح اللي المنظمة عايزاه فقط. هل أقدر أقول إن أنا فعالية تنظيمية غير فعال تنظيمي؟ يا ريت يكون الكلام واضح. أنا عندما أتحدث عن الفعالية بشكل عام هي القدرة على تحقيق الأهداف، ما أقدرش أقول فول ستوب، مش نقطة، لا، القدرة على تحقيق الأهداف المرتبطة باحتياجات كافة المستفيدين داخل المؤسسة. لأن أنا لما بعمل لنفسي هدف مرتبط بكافة الأطراف المؤثرة داخل المؤسسة ويتم تحقيقه، معنى كده إن أنا بنجح فعلا، ومعنى كده إن أنا بنمو وبنجح سنة ورا سنة. ليه؟ لأن أنا برضه كل الأطراف المؤثرة معايا، برضه الموظف فلما ارضيه الموظف هيشتغل اكتر، برضه العميل لما ارضيه هيجي لي مره واثنين وثلاثه وهيقول لاصحابه وهيقول للجميع معارفه، والعملاء بتاعته هيزيد، برضه الملاك مش هيسحب حصته في المؤسسه وبالتالي المؤسسه هتزيد، برضه الاداره في تحقيق اهدافها وبالتالي الاداره هتدير الفعال في شكل نقاط محدده. طبعا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا لحضراتكم، انا بقول اللي انا عندما مش بفضل دايما اخليها قاعده في اذهان حضراتكم، انا لا افضل الكفء عن الفعال ولا افضل الفعال عن الكفء، ولكني اريد ان تكون كفء وفي نفس الوقت فعال، ان تهتم بالطريقه وفي نفس الوقت تهتم بالنتيجه. اول نقطه بالنسبه لي الكفء، الكفء بيعمل الاشياء بطريقه صحيحه، يعمل الاشياء بطريقه صحيح، هو انسان مجتهد جدا ممتاز جدا في عمله، بيتبع الطريقه الصحيحه في نظام العمل داخل المؤسسه، فهو يعمل الاشياء الموجوده داخل المؤسسه بافضل طريقه او بالطريقه الصح اللي موجوده. هل دي مشكله؟ لا طبعا، ده ميزه ايجابيه جدا. اما بالنسبه للفعال فهو يفكر ويعمل الشيء الصحيح، يفكر ويعمل الشيء الصحيح. هل في خلاف ما بين الاثنين؟ الاصل في الفعال ان يعمل الاشياء بطريقه صحيحه، ولكن هناك بعض الطرق في بعض الاحيان قد لا تكون مناسبه، قد لا تكون مناسبه، قد لا تكون مناسبه. ازاي؟ ممكن اغيرها، او ممكن ابدع، او ممكن افكر في طريقه عمل افضل غير الطريقه الصحيحه المتبعه من قبل. اقول لحضراتكم مثال، مثلا حضراتكم اتنين بتشتغلوا في بيئة عمل معينة، وهذه البيئة تتسم بالاستقرار، انتوا حضراتكم الاتنين بتعملوا الشيء بطريقة صحيحة جدا ومجتهدين جدا في عملكم، وكل شيء اجابة حضراتكم بتقوموا بيه، حضراتكم كده بتتسموا بالكفاءة ولا لا؟ احنا الاتنين بنتسم بالكفاءة، انما حدث تغير او حصل تغير في البيئة الخارجية، تغير خارج عن ارادتي، قد يحتاج الى ابداع، قد يحتاج الى فكر جديد، تأتي هنا تأتي الفعالية، او تأتي هنا الابداع في العمل، تأتي تجد ان الانسان الكفء ممكن لو كفء بس ولكنه غير فعال عندما يواجه مشكلة وهو بيتبع الطريقة القديمة على انها صحيح، ولكن هذه الطريقة لم تأتي بنتيجة إيجابية مع التغيرات الجديدة. أما بالنسبة للفعال فهو ابتكر وفكر وعمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة. ودوت يا جماعة دوت اللي احنا بنقول عليه دايما ايه؟ أن المدير الفعال أو المنظمة الفعال أو الإنسان الفعال هو إنسان مبدع. إنسان مبدع يعني ايه؟ انسان بيفكر خارج الصندوق. اما بالنسبه للكفء، الكفء انا ممكن اكون كفء جدا ولكني غير مبدع، ممكن اكون كفء ولكني غير مبدع، بجتهد جدا في عملي، بشتغل كويس جدا داخل المؤسسه، بعمل كل ما عليا، بلتزم بالمنهج الموضوع، بلتزم بالقوانين واللوائح والتعليمات، دائما بحافظ على الموارد والادوات اللي موجوده، اي مشكله قدامي بحاول احلها بالطرق، ولكنها بالطرق التي تستخدمها الناس من قبلي، ولكني لست مبدع داخل المؤسسه. واحنا عارفين يا جماعه ان عالم الاعمال لابد معه الابداع. الابداع هنا يعني فعاليه، يعني الفعاليه شويه
بتركز على الابداع في العمل. وحضراتكم اخدتوا في الاداره الاستراتيجيه اللي هو المدير الابتكاري. المدير الابتكاري هو يعني ابتكار، اللي هو المدير اللي بيقدر يجيب افكار ابتكاريه. يعني ايه افكار ابتكاريه؟ يعني افكار تتسم بالطلاقه الفكريه، افكار تتسم بالاصاله، افكار تتسم بالمرونه التلقائيه. دي حضراتكم درستوها قبل كده، هي مش موجوده في المقرر بتاعنا، ولكن انا عايز حضراتكم تفهموا يعني ايه فعاليه وتفهموا جذورها. يعني هو القدره على الابتكار، القدره على مواجهه التحديات اللي قدامي لكي استطيع الوصول الى الهدف. من يستطيع مواجهه هذه التحديات؟ هو المدير الفعال او المنظمه الفعاله. رغم وجود العديد من المشاكل البيئية المحيطة اللي حواليا، ولكني بقدر أوصل لهدفي. بوصل لهدفي إزاي؟ لأن في بعض الأزمات ممكن أفكر خارج الصندوق، ممكن أفكر بطريقة ابتكارية. يعني أنا قلت لحضراتكم بطريقة ابتكارية إزاي؟ أول نقطة المرونة التلقائية، اللي أنا بنتج أفكار تتسم بالمرونة التلقائية، بنتج أفكار تتسم بالأصالة، بنتج افكار تتسم بالطلاقه الفكريه. يعني ايه طلاقه فكريه؟ عامله زي الطلاقه في التحدث كده، انسان لبق ولكن طلاقه فكريه. يعني ايه طلاقه فكريه؟ اللي انا ممكن اتي بافكار كتيره جدا في وقت قصير، وقت قصير جدا، وقت قليل، ممكن خلال هذا الوقت اتي بافكار كتيره جدا. هذا الفكر بياتي منين؟ نتيجه البيانات والمعلومات اللي موجوده في ذهني والتجارب السابقه، فبفكر بطريقة إبداعية، فبيكون عندي العديد من الأفكار اللي ممكن من خلالها أحل أي مشكلة بتواجهني. الأصالة اللي هو من خلال الفكر والمعلومات اللي موجودة في ذهني، ومن خلال التجارب السابقة ومعايشتي للآخرين، بقى في ذهني العديد من المعلومات والبيانات التي تؤهلني إن أنا أكون مبدع أو أبتكر أو أفكر في أفكار لا يستخدمها الآخرين داخل المجتمع، ودوت بيؤهلني ان انا انجح واستمر في السوق. بالمرونه التلقائيه، يعني انسان ما لست جامد، لست ثابت، لا ده انا ممكن اغير الفكر. مش معنى اللي بقول ان هذه الطريقه الصحيحه يبقى هي ديت الطريقه الصحيحه وفقط، لا، ممكن يكون في الافضل فافكر في الافضل. الكفء مش كده. الكفء بس الكفء الغير فعال مش كده. الكفء انا بتبع الطريقه الصح قدامي، ما عنديش استعداد الا انا اجيب طريقه اخرى، هو متخيل ان هذه الطريقه هي افضل طريقه على مستوى الوجود. الكفء هو ملتزم بالقوانين والتعليمات بصوره نصيه، لان هو شايف لو خالف هذه القواعد والتعليمات ممكن المؤسسه تقع. الفعال غير كده، الفعال ممكن يغير القواعد والتعليمات التي تحكم المؤسسه وفقا للمتغيرات البيئيه. يعني يا جماعة عايز حضراتكم تكونوا مستوعبين كويس قوي الفرق ما بين الكفاءة والفعالية. الكفء ليست مشكلة وليس عيب، ولكنه ميزة إيجابية كبيرة. ولكن أنا عايز أكون كفء وفي نفس الوقت إيه؟ فعال. أعمل الأشياء بطريقة صحيحة، ولكن عندما يواجهني معضلة أو مشكلة مرتبطة بالمتغيرات اللي كل يوم موجودة في عالم الأعمال، أعرف اللي أنا أتعامل معاه، اعرف ان انا ابدع داخل المؤسسة بحيث ان انا اتخطى الازمة اللي موجودة. ودوت اللي بيأكدوا النقطة التانية، يحل المشاكل التي تعترض طريقه. اي مشكلة بتقابلني بحاول احلها وبحلها، بس ممكن احلها ازاي؟ بطرق تقليدية، بطرق نتيجة تجاربي داخل المؤسسة السابقة. انا كفاء، عندي كفاء، عندي تجارب قديمة، بحاول اللي انا احل المشاكل بالطريقه التقليديه. انما اشوف الفعال انسان مبدع، ده انا ببتكر بدائل جديده لم تستخدم من قبل في حل المشاكل. ما هو ده النجاح يا جماعه، وده التميز في عالم الاعمال. هو التميز في عالم الاعمال ياتي بالكفاءه فقط؟ لا، في العديد من العاملين داخل المؤسسات والعديد من المؤسسات صاحبه اعلى درجه من الكفاءه، ولكن عند وجود اي مشكله دوت قد يترتب عليها سقوط هذه المؤسسه وعدم نجاح المؤسسه. اما بالنسبه لبعد كده، النقطه الثالثه، بيحافظ على الموارد والادوات. يعني ايه يحافظ على الموارد والادوات؟
يحافظ على الموارد والأدوات، أن الإنسان الكف أو المدير الكف أو المنظمة الكف أهم شيء عندها اللي هي تحافظ على الموارد اللي موجودة عندها والأدوات اللي موجودة عندها. وزي ما احنا عارفين يا جماعة، أي مؤسسة موجودة فيها إيه؟ موارد مادية وموارد بشرية وموارد معنوية. فالمدير الكف بيحاول دايما اللي هو يعمل إيه؟ اللي هو يحافظ على موارده المادية وموارده البشرية وموارده المعنوية بدون إهدار. هل ده شيء سيء؟ ده شيء إيجابي جدا. ولكن شوف الفعال، أنا أي نعم لازم أحافظ على الموارد والأدوات، بس ده ما يمنعش إن حضرتك تستخدم الموارد اللي موجودة عندك بأقصى مثالية ممكنة. إزاي بأقصى مثالية ممكنة؟ ممكن أكون أنا عندي منظمة وعندي عدد كبير جدا من الموظفين ذات الخبرات العالية جدا، وأن عندي العديد من الأدوات والآلات والتكنولوجيا اللي موجودة داخل المؤسسة، وعلى الرغم من ذلك أنا أقوم بالعمل لمدة مثلا 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم فقط، 8 ساعات في اليوم، هل ده إهدار للموارد؟ هو بيقول أنا عايز أحافظ على الموارد ولم تهدر، ولكن الاستفادة بأقصى مثالية ممكنة. أنا عندي خبرات إزاي تستغلها موظفين، أنا عندي آلات وتكنولوجيا بتعطل مثلا في اليوم او بتشتغل 8 ساعات وباقي اليوم 16 ساعة واقفة ما بتشتغلش، انا عندي ايجارات بدفعها للمكان اللي انا بشتغل فيه، عندي كهرباء بدفعها، عندي اجور موظفين بدفعها، ليه انا ما اعملش استغلال كامل لهذه المواد علشان احقق اعلى انتاجية واعلى ربحية؟ اللي هو دوت مين؟ الفعالية. مع ان الفعالية هنا ممكن يترتب عليه اهدار بعض الموارد، ما انا لما اشتغل اكتر اكيد الموارد بتهدر، الادوات ممكن تهدر فبحاول اعمل لها تجديد، التكنولوجيا بتهدر فبحاول اعمل لها تجديد، ولكن مقابل هذا الاهدار انا زودت الانتاجية بشكل عالي، زودت الارباح بشكل عالي، زودت احتياجات المجتمع بشكل عالي، ودوت بيترتب عليه استمراري وبقائي وزيادة ربحيتي في المستقبل. الكف بيتبع النظام والمنهج الموضوع، يعني بيتبع القوانين واللوائح والتعليمات، هل دي في مشكلة؟ ده ميزة إيجابية عالية جدا. ولكن خلي بالك، لا تتبع أو لا تهتم فقط بالنظام والمنهج والموضوع، المنهج الموضوع والقوانين واللوائح، ولكن اهتم أيضا بالنتيجة. يعني على قدر اهتمامي بالنظام والمنهج الموضوع لابد أن أهتم بنتيجة العمل. مش انا ممكن يكون مؤسسه كل الموظفين اللي عندي ملتزمه التعليمات حرفيا، ملتزمه النظام التي تم وضعه، عندهم كفاءه عاليه جدا في العمل وبيشتغلوا كويس جدا، ولكن في نهايه اليوم انا ما بسالهمش ايه النتيجه اللي انت وصلت لها. انا ممكن اتبع النظام والمنهج الموضوع ولكن خبرتي ضعيفه، لازم اساله ايه النتيجه اللي انت وصلت لها، رغم تعبه ورغم اتباعه للنظام والمنهج الموضوع ورغم ورغم ورغم، إلا إنه يحصل على نسبة بسيطة من النتائج. قد يكون المشكلة في خبرته الضعيفة، أدوله تدريب. قد يكون المشكلة في إن بعض الموارد سيئة، الآلات أعمل لها إصلاح وصيانة. وبالتالي هنا بقول إيه يا جماعة، أن الإنسان الفعال ما اهتمش فقط بالنظام والمنهج الموضوع، ولكن لابد ان انا اتبع النظام والمنهج الموضوع واهتم بالنتيجه. عامله زي المدير كده يا جماعه، حضرتك ممكن تكون بتشتغل في مؤسسه، الموظف المدير بتاع حضرتك اهم حاجه عندك، اهم حاجه عنده ان يكون شايفك شغال وشايفك مجتهد وشايفك مجتهد في العمل بطريقه عاليه جدا وشايفك متبع لكل التعليمات واللوائح المتعلقه بالعمل، ويجي في نهايه المده ما يسالكش ايه الانتاج اللي انت انتجته. ده ميزة ولا عيب؟ لا ده عيب. حضرتك اتباعك للنظام والمنهج الموضوع والقواعد والتعليمات شيء ايجابي، ولكن انا ما سألتكش ايه النتيجة اللي انت وصلت لها. لا ده انا اسألك على النتيجة واسألك على التزامك في العمل. دوت الفعال. الكفء بيعمل على تقليل التكاليف. عيب؟ ميزة ايجابية جدا. ولكن ما اعملش على تقليل التكاليف مقابل زيادة الارباح. انا ممكن ازود التكاليف جدا، او ممكن انتج منتجات اكتر وبركز على زيادة الربح، يعني على اللي انا اقلل التكلفة
وفي نفس الوقت ازود الارباح. انا بعمل تقليل تكليف ليه؟ عشان ما اهدرش موارد؟ لا، ده انا عايز اعمل تقليل تكليف علشان ازود عدد العملاء بتوعي. انا بعمل تقليل تكاليف علشان ابيع المنتج بتاعي بسعر منخفض للعميل، فالعملاء بتاعي يزيدوا، فالارباح بتاعتي تزيد. هذا هو الانسان الفعال، او المدير الفعال، او المنظمه الفعال. ديت ايه يا جماعه؟ فرق في شكل نقاط محدده. طبعا في فروق كتير جدا، يعني عندما اتحدث عن الفرق مرارا وتكرارا اقول، عندما اتحدث عن الفرق ما بين الكفء وما بين الفعال، لا اميز الفعال عن الكفء ولا اميز الكفء عن الفعال، ولكن اهم شيء ان حضرتك تكون كفء وفعال، تعمل الشيء بطريقه صحيحه، وفي حاله وجود عقبات تعمل الشيء الصحيح اللي يتناسب مع المتغير اللي حصل، بتحل المشاكل اللي تعترض طريقه، ولكن لازم تحل المشاكل اللي قدامك بطريقة إبداعية، بطريقة ابتكارية تميزك عن الآخرين. أحافظ على الموارد والأدوات اللي موجودة عندي، ولكن أستخدمها بأقصى مثالية ممكنة. أتبع النظام والمنهج الموضوع، ولكن لا يغني ذلك عن إن أنا أهتم بالنتيجة. أعمل على تقليل التكاليف، ولكن لا يمنع ذلك من اهتمامي بزيادة الأرباح. فالمختصر المفيد يا جماعة، عندما نتحدث عن الفعالية فنتحدث عن الإبداع، نتحدث عن الابتكار. هذا هو الفرق ما بين الكفاءة والفعالية في شكل نقاط. نيجي بعد كده، دوت شكل موجود قدام حضراتكم، وهيوضح الفرق ما بين الكفء والفعال. لأن خلي بال حضراتكم، أنا ممكن أكون كفء وفعال، ممكن أكون كفء وغير فعال، ممكن أكون فعال وغير كفء، ممكن اكون غير فعال وغير كفء. شوفوا حضراتكم الشجره اللي قدامكم ديت، ويا ريت تفهموها معايا كويس. اولا، انا علشان احدد مستوى فعاليه المؤسسه، اول سؤال، انا طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعه ايه، ان الفعاليه بترتبط بايه؟ بالاهداف، والكفاءه ترتبط بايه؟ بالتكلفه. وبالتالي كلما كانت الاهداف مرتبطه باحتياجات كل الاطراف بانت انا فعال. انما لو اهداف غير مرتبطه باحتياجات الاطراف الثانيه يبقى مش فعال حتى لو انجزتها. اما التكلفه لما تكون مرتفعه يبقى غير كفء، لما تكون منخفضه يبقى كفء. دوت ما تم التوصل اليه من خلال شرح الشرائح السابقه. اول سؤال بيطرح نفسه علشان اوضح لحضرتك الكفاءه الفعليه او كفاءه المنظمه وفعاليه المنظمه. اول نقطه، احنا قلنا الفعاليه والكفاءه، الفعاليه بترتبط بالاهداف الرئيسيه للمؤسسه. اول سؤال اساله علشان احدد حضرتك، هل انت كفء؟ هل انت فعال ولا غير فعال؟ هل الاهداف، شوفوا كده حضراتكم مع المؤشر، هل الاهداف مرتبطه باحتياجات المستفيدين الاساسيين؟ شوف السؤال بيقول ايه؟ هل الاهداف اللي حضرتك وضعتها دي مرتبطة باحتياجات المستفيدين الأساسيين؟ من المستفيد الأساسي اللي احنا وضحناه من شوية؟ عميل، موظف، ملاك، حكومة، موردين، وسطاء، مش دول مستفيدين داخل المؤسسة؟ كلما كانت لدي القدرة على إرضاء كل هذه الأطراف، كلما دوت بيزيد من استمراريتي وبقائي ونجاحي داخل السوق. فالسؤال اللي بقول لحضراتكم عليه دلوقتي، هل هي مرتبطة باحتياجات المستفيدين الاساسيين؟ يا اما لا يا اما نعم. لو نعم، هل اقدر اقول ان انا كده فعال؟ ما اقدرش اقول ان انا فعال، لان قلت لحضراتكم ايه، الفعاليه لا ترتبط بوضع الهدف، ولكن الفعاليه ترتبط بانجازك للهدف. انا ممكن اضع افضل اهداف على مستوى العالم ولكن ولا اقوم بتحقيقها. معنى كده لا انا فعال؟ لست فعال، ولكن الفعاليه تكون، اقول فعال امتى؟ بانجازك للهدف. وبالتالي السؤال اللي بيطرح نفسه بعد نعم، يعني فعلا الاهداف مرتبطه باحتياجات المستفيدين، يبقى نعم. هل انجزت؟ نعم او لا؟ لو نعم يبقى انا فعال، لو لا يبقى انت حضرتك كده غير فعال، على الرغم ان الاهداف مرتبطه باحتياجات المستفيدين، بس حضرتك ما حققتهاش، حضرتك ما انجزتهاش، يبقى كده تكون غير فعال. انما لو انجزت يبقى انت كده فعال. خلاص كده عرفنا ان حضرتك فعال. نيجي نسال السؤال الثاني بقى اللي هيحدد هل انا كفء ولا لا. هل انجزت باقل التكاليف؟
هل انجزت باقل التكاليف؟ الاهداف اللي حضرتك عملتها دي هل انجزت باقل التكاليف؟ يا اما نعم يا اما لا. لو انجزت باقل التكاليف يبقى انت كده كفء. لو انجزت، لو لم تنجز باقل التكاليف يبقى انت كده غير كفء. يبقى شوفوا حضراتكم كده الجانب اليسار كده، يعني ممكن اكون غير كفء وفعال، ممكن اكون كفء وفعال، ممكن اكون غير فعال. غير فعال فقط دي معناها ايه؟ ان انا لم استطيع انجاز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين. الفعال يعني ايه؟ اللي انا انجزت الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين. بغير كفء يعني اللي انا انجزت الاهداف باقل تكلفه الكفء اللي انا انجزت الاهداف باقل تكلفه ممكنه. غير كفء اللي انا انجزت الاهداف اللي موجوده باعلى تكلفه، وبالتالي غير كفء. خلي بال حضراتكم بقى، لما اقول حضرتك المنظمه اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه اللي لها الشجره دي كفء وفعال، كفء وفعال. فعال اولا يبقى انجز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين، كفء باقل تكلفه ممكنه. فعال وغير كفء، فعال يبقى انجز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين، غير كفء باعلى تكلفه مع اهدار للموارد. خلاص يا جماعه مفهوم الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم؟ يا ريت يكون حضراتكم مستوعبينه كويس، لان الكلام ده في غايه الاهميه ويهمني كويس قوي لحضراتكم تكونوا فاهمين. النقطة اللي بعد كده الجانب الأيمن بقى، هل الأهداف مرتبطة باحتياجات المستفيدين؟ لأ، يعني الأهداف أصل اللي أنا وضعتها غير مرتبطة باحتياجات المستفيدين. زي المثال اللي أنا قلت لحضراتكم من شوية، وقلت أنا وضعت لنفسي هدف إن أنا أبيع 100,000 وحدة في نهاية السنة، ولكن هذا الهدف لا يصب في مصلحة العملاء. ليه؟ لأن دوت هيؤدي إلى أنا ممكن أبيع 100,000 وحدة مع إساءة سمعة، مع انخفاض جودة، خلاص يا جماعة، مع بيع بعض المنتجات الفاسدة، هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى سوء سمعة داخل المؤسسة، وبالتالي ممكن خلال فترة زمنية المؤسسة تغلق أو لن تستمر في السوق، وده يترتب عليه إيه؟ إن الملاك مش هيربحوا بعد كده، هيترتب عليه إن الموظفين هيمشوا من المؤسسة وما عادوش هياخدوا رواتب، هيترتب عليه إيه؟ إن العميل ما عادش بيجي عند حضرتك. وبالتالي ايه يا جماعه؟ لابد ان تكون الاهداف مرتبطه باحتياجات المستفيدين. هل هي مرتبطه باحتياجات المستفيدين؟ لا. يبقى الاجابه الصحيحه غير فعال. خلي بالك ده حتى لو تم انجازها. يعني لو تم انجازها حتى انت غير فعال. لانها غير مرتبطه. بس ممكن احدد كفاءه حضرتك. هل هذه الاهداف الغير مناسبه انجزت باقل تكاليف؟ نعم ولا. نعم يبقى انت كفء، لا يبقى انت غير كفء. وبالتالي ممكن تكون ايه؟ كفء. ممكن حضرتك تكون كفء وغير فعال، ممكن تكون غير كفء وغير فعال. كفء وغير فعال يعني ايه؟ اللي انت انجزت الاهداف غير المرتبطه باحتياجات المستفيدين باقل تكلفه ممكنه. غير فعال يعني ايه؟ وغير كفء، غير فعال غير كفء، اللي انت انجزت الاهداف غير المرتبطه باحتياجات المستفيدين ولكن باعلى تكلفه ممكن. خلي بال حضراتكم، الهدف ممكن يكون غير مرتبط باحتياجات المستفيدين، مش معنى ان الهدف يكون غير مرتبط باحتياجات المستفيدين يكون هدف سيء. مش لازم، ولكنه هدف غير جوهري، هدف ثانوي، هدف غير يعني غير مؤثر بشكل كبير على المؤسسة. ده اقول لي عليه ايه؟ مش لازم اكون ده فعالية تنظيمية، فعالية تنظيمية معناها كبير. هل هي مرتبطة باحتياجات المستفيدين؟ لا، ممكن يكون هدف جوهري خاص بأي فئة، مرتبط بالموظفين، بتوزيع الموظفين، مرتبط بتعيين بعض الأفراد. تاخدين بالكم يا جماعة؟ وبالتالي هو هدف غير كامل، هدف غير جوهري داخل المؤسسة. ولكن ممكن احقق هذا الهدف بتكلفه عاليه. يبقى انا كده غير فعال ولكني تكلفه عاليه ولكني غير كفء ايضا. ممكن احقق هذا الهدف غير المناسب او غير الصحيح او غير الكامل او غير الجوهري او الثانوي بتكلفه منخفضه. يبقى كده ايه يا جماعه؟ يبقى كده اللي انا كفء. ارجو ان تكون الصوره واضحه قدام حضراتكم. فشوفوا حضراتكم كده ممكن
ولهذا قد يكون التنظيم كفء وفعال. كفء وفعال ازاي؟ خلي بال حضراتكم يا جماعه، كفء فعال. فعال يعني انجاز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين، كفء يعني اقل تكلفه ممكنه، وبالتالي فعال وكفء يعني ايه؟ انجاز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين باقل تكلفه ممكنه. كفء وغير فعال، غير فعال يعني انجاز الاهداف غير المرتبطه باحتياجات المستفيدين، كفء باقل تكلفه ممكنه. فعال وغير كفء، فعال يعني انجاز الاهداف المرتبطه باحتياجات المستفيدين، وغير كفء باعلى تكلفه موجوده. غير فعال وغير كفء يعني انجاز الاهداف غير المرتبطه باحتياجات المستفيدين، غير كفء باعلى تكلفه موجوده. يبقى ده الفرق ما بين ايه يا جماعه؟ الكفاءه والفعاليه. نيجي بعد كده على خصائص المنظمات الفعاله او خصائص المنظمات المبدعه. زي انا قلت لحضراتكم من شويه يا جماعه، قلنا ايه؟ ان الفعاليه بتتطلب ابداع، ان المنظمه المبدعه هي منظمه فعاله، ان المنظمه الفعاله هي منظمه مبدعه. فعاله اللي انا اقدر اتوصل لاهدافي او اقدر اوصل لاهدافي مهما كانت العقبات، العقبات اللي قدامي، مهما كانت الصعوبات اللي قدامي، بقدر اتخطى اي مشكله بتواجهني واوصل لهدفي. اتخطى هذه المشكله ازاي؟ من خلال الابداع والتفكير. انا منظمه موجوده في السوق وعندي كفاءه عاليه جدا وبنجح باستمرار، ولكن حصل تغير سيء في البيئه، حصل تغير اقتصادي سلبي، الناس ما عادش معاها فلوس اكتر زي الاول، الحاله الاقتصاديه انخفضت، مش دي ممكن تاثر عليها في المنظمه؟ ممكن تاثر، مبيعاتها تقل، ممكن اخسر، صح ولا يا جماعه؟ انما انا كراجل مبدع، لا ده انا ممكن ابدع طريقه معينه اللي انا ازاي من خلالها افضل مستمر على هذا المستوى. ممكن اعمل منتجات مثلا تتلائم مع الظروف الاقتصاديه الجديده، ممكن ازود مثلا اقلل التكلفه بس بادي جوده مناسبه، ممكن ما تكونش جوده زي الاول ولكنها جوده مناسبه تتلائم مع التكلفه والسعر الجديد. ممكن يعني في طرق ابداعيه كتيره جدا ممكن ازود بها العمل، ممكن طريقه ابداعيه كنت بشتغل في منتج، لا انا هشتغل في منتج اخر تقلل التكلفه بحيث الاثنين يسندوا بعض فاقدر استمر في السوق. كنت بشتغل في فرع واحد وبالتالي لا انا ممكن اشتغل في كذا فرع بتكلفه قليله علشان ابيع اكتر كميه ممكنه، وبالتالي دوت هيزود ربحي فاقدر استمر في السوق وهواجه الصعوبات اللي بتقابلني. يعني ايه يا جماعه؟ مش معنى ان في ازمه حواليا معنى كده ان انا اخسر، لا. حضراتكم بتشوفوا الازمات اللي بتحصل على مستوى العالم، في منظمات لم تتاثر بالازمات وفي منظمات بتقع. المنظمات التي لم تتأثر هي منظمات مبدعة، رغم وجود المشكلات والعقبات اللي قدامها إلى أنها فكرت بطرق إبداعية جعلتها استمرت وبقت في السوق، لم تتأثر. أما المنظمات اللي عندها كفاءة بس غير مبدعة، إيه اللي حصل؟ وقعت، لم تستمر في السوق. من خصائص المنظمات المبدعة والفعالة إيه؟ أول نقطة بساطة الهيكل التنظيمي. حضراتكم عارفين واتكلمنا قبل كده وقلنا من خصائص الهيكل التنظيمي ايه؟ اول نقطه التطور والتعقيد، النقطه الثانيه الرسميه، النقطه الثالثه التسلسل الرئاسي. وقلنا تطور تعقيد يعني ايه؟ ان الهيكل التنظيمي مع كبر حجم المؤسسه عدد الادارات بيزيد وعدد الموظفين بيزيد، وبالتالي ده بيؤدي الى تعقيد الهيكل التنظيمي. انما قال لك هنا خصائص المنظمه المبدعه، قال لك ان الهيكل التنظيمي بتاعها بيكون بسيط. يعني ايه بسيط؟ بيكون محتوي على عدد من الادارات، عدد محدود او عدد ليس بالكبير. دوت هل ده يتناقض معانا قبل كده؟ خلي بالكم يا جماعه، ما هو معنى كلمه بساطه الهيكل التنظيمي مش معنى مجرد ان الهيكل التنظيمي يكون اداره او اثنين او ثلاثه، انا ممكن اكون منظمه كبيره جدا وليا فروع في كل دول العالم، هيكون هيكل التنظيم بتاعه بسيط ازاي؟ ولكن انا بحاول ابسطه الى اقل حد ممكن، ما بحاولش اتفرع في الادارات والاقسام اللي موجوده. ليه؟ ايه السبب في كده؟ زي ما احنا عارفين يا جماعه ان الهيكل التنظيمي مرتبط بنطاق الاشراف،
وقلت لحضراتكم قبل كده في عندي حاجه اسمها نطاق اشراف واسع ونطاق اشراف ضيق. نطاق اشراف واسع اللي انا اشرف على عدد كبير جدا، نطاق اشراف ضيق اللي انا اشرف على عدد محدود. لو انا بشرف على عدد كبير يبقى عدد الادارات داخل المؤسسه هيكون كبير ولا صغير؟ هيكون قليل، صح ولا لا؟ انا بشرف على عدد كبير، يعني مثلا عندي 1000 عامل بشرف على 500 موظف، بقى عندي كام اداره؟ عندي ادارتين. انما عندي 1000 عامل بشرف على 50 موظف، بشرف على 100 موظف، يبقى انا عندي كام اداره؟ عندي 10 ادارات. وبالتالي كلما اتسع نطاق الاشراف كلما انخفض الهيكل التنظيمي، او كلما كان الهيكل التنظيمي بسيط. يبقى ايه علاقه نطاق الاشراف باللي احنا بنقوله؟ خلي بال حضراتكم، عندما نتحدث عن الابداع نتحدث عن الحريه، اللي احنا بندي حريه للموظفين في رقابه، ولكنها ليست رقابه شديده، رقابه لصيقه. في هناك التزام بالتعليمات، ولكن هناك حريه للعاملين في اتخاذ بعض القرارات. لما بكون العاملين محتاجين حريه، محتاجين عليهم اشراف ورقابه عاليه جدا، بحيث ان انا اشرف على 3 و4 و5؟ لا، ده انا ممكن اشرف على عدد كبير وراقب على عدد كبير، وبالتالي ده بيؤدي الى بساطه الهيكل التنظيمي. هل معنى لما اقول لحضرتك حريه للعاملين ان انا سايب الموظفين كده اللي يعمل كل حاجه يعملها زي مزاجه؟ لا طبعا، مش ده المعنى المقصود. ولكن المعنى المقصود اللي الكل الاصل داخل اي مؤسسه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، التزام التعليمات والقوانين واللوائح. ولكن في بعض الاحوال لابد ان حضرتك تدي بعض الحريه للموظفين، تدي بهم بعض الحريه في اتخاذ بعض القرارات. هناك متغيرات، واتكلمنا عن اجابات هذا الموضوع يا جماعه. انا لما بدي حريه للموظف ممكن الموظف يخطا، اي نعم، ولكن مره واثنين الموظف ده يبقى خبير داخل المؤسسه، خبراته ده هستفيد بعد كده بيها، وبالتالي هيربحني وهكسب من وراء اكتر. انما لما يكون الموظف هو مجرد منفذ لا يشارك في اتخاذ قرارات، هو مجرد بينفذ فقط، مش عارف هو بينفذ ولا بيعمل ايه، هو بقى آله، هل ده يقدر يبتكر؟ مستحيل. بعد فترة زمنية حصل له جمود فكري، هل ده هيبقى خبير في يوم من الأيام؟ بالعكس، ده هيبقى طول عمره موظف، هو منفذ فقط، بيعمل ما يتم إصدار له من أوامر وتعليمات فقط. لا، ما بيقدرش ياخد قرار، ما بيقدرش يتعامل مع مشكلة. وبالتالي لو في مشكلة أو متغير بيئة حقيقي داخل المجتمع، الموظفين اللي ما كانوش عندهم حرية دول هيضيعوني، من الآخر هيخسروني، هيوقعوا المؤسسة. إنما لو أنا معود الموظفين على الحرية، ما الحرية لها ثمن. ممكن الموظف يخطأ في بعض الأحوال، ولكن سيتحول إلى خبير في نفس الوقت. في بعض المنظمين الموظفين عندي مهملين، لا ده ما ادريش ما ادلهمش حرية، ما برضو الحرية في اتخاذ قرارات لا تعطي للكل، ولكن لابد ايه ان انا التمس في هذا الموظف الخبرة، التمس في هذا الموظف الاهتمام بالعمل، عنده استعداد يدي للمنظمة اكتر، فاديله حرية في اتخاذ القرار. يعني اول نقطة بساطة في الهيكل التنظيمي وانخفاض تكلفة الخدمات المساعدة. يعني ايه الخدمات؟ الخدمات اللي بتساعدني. هناك بعض الخدمات زي خدمات المتعلقة بالنقل، الخدمات المتعلقة بال التوزيع الكلام اللي انا، وخاصة النقل او العملات اللي انا بديها مثلا الناس اللي بتجيب لي موظفين، كل ده خدمات مساعدة بتساعدني اللي انا اخفض تكلفتها، بحيث اللي انا اخفض التكلفة العامة للمؤسسة، اللي هي الخدمات غير الاساسية. وجود علاقات جيدة مع التنظيمات المشابهة، يعني التنظيمات اللي بتشتغل بتشابه المنتج بتاعي، اللي انا ممكن لابد ان انا اكون عامل علاقات ايجابيه معاهم، زي التنظيمات المشابهه، زي الموردين، زي المنافسين كمان. واحد مورد اعمل علاقات ايجابيه مع الموردين، بحيث ان انا اضمن وصول البضاعه في التوقيت المناسب وبالجوده المناسبه وبالتكلفه المناسبه. هي بتشابهني، بتدي لي المنتج اللي انا بعتمد عليه. اعمل كمان علاقات جيده مع المنافسين. انا مش معقول ابدا انا كمنظمه ناجحه في السوق، مش معقول عايش في المؤسسه في العالم لوحدي او في المجتمع لوحدي، لا ده انا بشتغل مع منافسين. ورغم كانت قوه حضرتك الماديه، ورغم كانت قوه عملائك، ورغم كانت
كبر حصتك السوقيه موجوده، الا انه اكيد ممكن في اي وقت الاكبر منك واللي ممكن يفلسك في السوق ويمنعك من السوق، صح؟ فدوت بيجبرني اللي انا ايه؟ اللي انا تكون علاقتي ايجابيه مع المنافسين. علاقات ايجابيه مع المنافسين بتضمن ان المنافس دوت ما يحاربنيش. ممكن لا ممكن نخطط نضع بعض الخطط مع بعض. تخطيط خاص بالتسعير، تخطيط خاص بتوزيع المنتجات، ما يضرش. مش معنى للراجل ده بينافسني اللي انا حاربه، لا. ما لو اتبعنا سياسة الحرب ممكن يجي واحد اقوى مننا اللي احنا الاثنين ويطلعنا من السوق. اللي هي اخلاقيات السوق يا جماعه، اللي حضراتكم بيشتغل في التجاره وفي الاعمال عارف الكلام ده، اخلاقيات السوق. اللي انا اكون من علاقاتي الايجابيه مع المنافسين، مش معنى اللي ليا منافس اللي انا اذبحه، لا. لان لو ذبحته هيجي اللي يذبحني انا داخل السوق. فلا بد ان يكون هناك علاقات جيده مع المنظمات المشابهه والمنظمات المنافسه. النقطه اللي بعد كده التاكيد على الانجاز. هل معنى كده ان انا اكد على الانجاز وما اكدش على التعليمات والضوابط؟ احنا قلنا ايه يا جماعه؟ الاصل تعليمات وضوابط. ولكن لا اهتم بالقوانين والتعليمات والضوابط وما اهتمش بانجاز الموظفين. فتخلي بال حضراتكم التاكيد على الانجاز. النقطة اللي بعد كده اقتصار الرقابة المركزية على الأمور الأساسية وإتاحة حرية أكبر للتصرف والإبداع للعاملين، وده اللي احنا كنا بنتكلم يا جماعة عليه من شوية. طبعا زي ما احنا درست لحضراتكم في إدارة الإدارة العامة السنة اللي فاتت قلنا إيه؟ إنه لا يمكن أن يكون هناك مركزية مطلقة، وإنه لا يمكن أن يكون هناك لا مركزية مطلقة. وحضراتكم عارفين يعني إيه المركزية؟ ان سلطة اتخاذ القرار تكون في يد الادارة العليا او في يد هيئة واحدة او شخص واحد. اما اللا مركزية اللي هي توزيع صلاحية اتخاذ القرار. طبعا في النقطة دي عندما اتحدث عن اقتصار الرقابة المركزية على الامور الاساسية، يعني ايه يا جماعة؟ لابد المنظمة المبدعة، مش لازم انا كمدير لهذه المؤسسة اللي انا اتخذ كافة القرارات والتعليمات اللي موجودة داخل المؤسسة، لان اكيد ده هيضيع علي اوقات وفرص كتير جدا. انا هلتزم انا كمدير هلتزم ان يكون هناك مركزية في الامور الاساسية اللي هي الجوهرية المتعلقة بالمؤسسة، ولكن الحاجات الثانوية لازم ادي تفويض للموظفين. لابد ان انا اتبع الاسلوب اللامركزي في الموظفين، علشان الموظفين زي ما احنا اتكلمنا من شوية ايه؟ يبدعوا، يتدربوا، يبقوا خبراء، يفيدوا المنظمة اكتر. وفي نفس الوقت هذا الاسلوب هيديني انا فرصه، هيمنحني وقت انا كمدير اللي انا ادي هذا الوقت لاعمال اخرى اقيم قد تفيدني مستقبلا، واللي انا اخطط وعمليات التخطيط وعمليات المتابعه اللي ممكن تفيدني مستقبلا بصوره اكبر من الاهتمام بالايه؟ باتخاذ بعض القرارات الغير جوهريه او القرارات غير او القرارات السنويه. فالمنظمه الفعاله لابد ان يكون هناك مركزيه ولا مركزيه، ولكن المركزيه بتطبق فين؟ على الامور الاساسيه بس. يعني مثلا انا عايز اخد افتح سوق جديد، امر اساسي لابد ان انا اتخذه بعد مشاركه الناس، بس انا اللي اتخذ القرار. عايز ادخل منتج جديد في السوق، امر اساسي انا اللي اتخذه، ولكن بعد مشاركه العاملين داخل المؤسسه. انما هناك بعض الاعمال داخل المؤسسه ما اقدرش، مش لازم انا اللي اقوم بيه، زي توزيع العمال، زي توزيع العاملين على الوظائف المختلفة، زي ممكن برضو استقطاب بعض الموظفين. خلاص يا جماعة ديت كلها مسائل ممكن هي مؤثرة ولكن ليست مؤثرة بالصورة الكاملة. فأنا ممكن أقوم بتفويض بعض الموظفين داخل المؤسسة بالقيام بهذه الأمور. النقطة اللي بعد كده المنظمة المبدعة، ما ينفعش يبقى في منظم أو موظف مبدع ومش فاهم هدفه. أنا أكون مبدع إمتى؟ لما اكون فاهم الهدف من العمل بتاعي، عارف ان كل عمل ايه النتيجه اللي احنا عايزين نوصلها، فدوت يؤدي الى الابداع. في حضرتك ممكن تشتغل في مؤسسه معينه والمدير يقول لك ايه؟ اعمل العمل كذا، وانت ما انتش فاهم. اي نعم انت هتعمله، بس انت ما انتش عارف انت هتعمله ليه. يقول لك اعمل اللي انا بقول لك عليه ومالكش دعوه. هل انت كده ممكن تقدر تبقى مبدع؟ مستحيل تكون مبدع. انت عملت اللي هو طلبه منك وخلاص. انما لو قال لك انا بعمل لكذا لكذا لكذا، ممكن وانت بتشتغل توصل لطريقه جديده.
او لحل جديد او لعمل جديد ممكن يسهل على المدير. ما هو يا جماعه انا كمدير ما اقدرش اقول ان انا افضل من كل الموظفين اللي موجودين داخل المؤسسه. ممكن يكون هناك موظف بسيط جدا وتفكيره ايجابي وعنده ابداع قد يساعدني في الاداره. اللي انا ما اقللش من شان الاخرين. حتى دائما عندما نتحدث عن الابداع نقول ايه يا جماعه؟ المدير المبدع هي المدير اللي بيتبع نظام الباب المفتوح. انا مستعد انصت لاي موظف عندي حتى لو كان صغير لسه متعين امبارح. ممكن يكون اي موظف ياتيني بافكار ممكن ما تكونش في ذهني، ودي اللي احنا بنقول عليه ايه يا جماعه؟ العصف الذهني. هل لما يكون واحد بيفكر زي 50 واحد بيفكروا؟ لا طبعا، 50 واحد اكيد هيفكروا بطريقة افضل من الشخص. انا مهما كان شخص، ولكن 50 فرد عندما يفكروا ويعملوا عصف ذهني ويتوصلوا الى الحل الصحيح اكيد هيكون بصورة افضل. فانا لا اتكبر على الموظفين لاعملهم كالآلة كمنفذين فقط، ولكن اشاركهم في اتخاذ القرار. في بعض الامور اي نعم انا اللي بتخذ فيها القرار لوحدي، ولكن بعد مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، ودي صورة من صور الديمقراطية، اسمع لرأي الغير، المشورة حتى عندنا في الاسلام. انما ينفع اتخذ قرارات لوحدي وابني بقية الموظفين؟ موظف موجود عندي داخل المؤسسة ما فهموش اللي هو العمل اللي بيقوم بيه، بيقوم بيه ليه؟ لا، ده لازم الموظف يكون فاهم الدور كويس جدا اللي هو بيقوم بيه. فهمه لهذا الدور هيؤدي الى ابداع. انما نفذ وخلاص وملكش دعوه باي شيء تاني بتقتل ابداع هذا الموظف. النقطه اللي بعد كده الاهتمام بالمستفيدين من خدمات التنظيم. يعني ايه يا جماعه؟ المنظمه المبدعه لا تركز فقط على مصلحه الملاك، لا تركز فقط على مصلحه العاملين، ولكنها تركز على مصلحة كافة الأطراف. ده ما احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا وقلنا هذه النقطة. بتركز على العملاء، بتركز على العاملين، بتركز على الموردين، بتركز على الملاك، بتركز على الوسطاء، بتركز على الكل. دوت ليه؟ لأن دوت هيؤدي إلى نجاحي واستمراريتي في السوق. بس خلي بال حضراتكم من نقطة مهمة جدا. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. على الرغم اللي انا اهتم بالمستفيدين، ولكن من هو مفتاح اللي انا احقق كل الاهداف؟ حضراتكم فكروا كده معايا وانا بعمل خطة او بعمل اي شيء، مين اللي المفروض يكون في ذهني اولا؟ انا اي نعم عايز احقق اهداف الكل، ولكن مين اللي من خلاله اقدر احقق اهداف الكل؟ من هو؟ العميل اللي بيشتري مني، صاحب السلطة، صاحب النفوذ. من هو؟ العميل. المؤسسة من غير عميل لا يوجد مؤسسة أصلا، لا يوجد إدارة، لا يوجد ملاك، لا يوجد عاملين. المنظمة مع عاملين راضيين يعني استمرار، يعني بقاء، يعني أرباح، يعني استمرارية عاملين. صح يا جماعة ولا لا؟ ولكن ودوت اللي بيأكد لي أنا أهتم أي بالمستفيدين، ولكن أول واحد أهتم بيه لابد ان انا اهتم بالعميل. انا لما اهتم بالعميل العميل هيكون راضي عني، العميل لما يكون راضي عني هيتكلم كلام ايجابي عني، هيجيب معارفه، هيجيب اصدقاء، هيتعاملوا معاي، عدد العملاء عندي كبر، المنظمه كبرت، الارباح زادت، الملاك خدوا ارباح، العاملين استمروا، المؤسسه ما قفلتش ومشوا، لا ده العاملين استمروا فاستفادوا، بقائهم في هذه المؤسسه بياخدوا ارباح، الإدارة خدت أرباح حققت أهدافها، الحكومة لو أنا بنجح أكيد الحكومة بيكون ده دعم للاقتصاد بتاع الدولة، دوت بيكون ممكن من خلاله لو الدولة بتاخد منه ضرائب بدفع لها ضرائب في مواعيدها لأن أنا بكسب. فتيجي تبص تلاقي حضرتك أن مفتاح النجاح لأي مؤسسة هو التعامل الناجح مع العميل، الاهتمام الأول بالعميل. أي نعم اهتم بكل المستفيدين، ولكن لابد أن أي هدف او اي خطة لابد ان تصب في مصلحة العامل اولا، بعد كده يأتي مين؟ يأتي الملاك ويأتي العاملين ويأتي 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 ويأتي. انما لو انا عملت هدف يصب في مصلحة الملاك بس، هل ده نجاح؟ يعني
لما نعمل هدف وليكن اللي احنا عايزين نخفض التكاليف لاقل حد ممكن، وعايزين نقتصد في التكلفه، شيء ايجابي كله، ولكن انا بعمل كده علشان ازود ارباحي. هل ده فعاليه؟ الارباح ده هتصب في مصلحه المالك؟ ده مش فعاليه ابدا. ليه؟ لان انا هخفض التكلفه وابيع للعميل بنفس السعر اللي كنت ببيع له السنه اللي فاتت، فممكن العميل يسيبني ويروح للمنافس. انما الشطاره عندي لا، ده انا اخفض التكلفه علشان ابيع بسعر منخفض، علشان العميل يجي لي، علشان العميل يقتنع، علشان انتشر، علشان استمر، علشان ارباح تزيد، علشان علشان علشان. دوت كله بيؤدي الى ايه يا جماعه؟ بيؤدي الى تحقيق اهداف الكل. النقطه اللي بعد كده يا جماعه، زياده الانتاجيه من خلال مشاركه العاملين، واحنا دائما بنتحدث عن ذلك، زياده الانتاجيه من خلال مشاركه العاملين. زي ما قلت، انا مهما كانت خبراتي ومهما كان نجاحي في العمل، لا احتقر الغير، لا اقلل من شان العاملين اللي موجودين، ولكن لابد ان اشاركهم في اتخاذ القرار. دي الديمقراطيه، وانت حضراتكم عارفين درستها حضراتكم قبل كده العديد من صور الديمقراطيه. اي نعم، في بعض القرارات العاملين يشاركوني فيها، ولكن انا في الاخر ممكن اتخذ قرار، ولكن لابد من المشوره. واحنا قلنا ايه يا جماعه؟ زياده الانتاجيه من خلال مشاركه العاملين. فاكرين التون مايو عمل ايه في 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 تجارب الهوثور؟ قال ان هناك العديد من الانواع، من هناك العديد من انواع الاشراف، ولكن افضلهم الاشراف القائم على مشاركه العاملين. انا لما بعمل مشاركة للعميل بعمل عصف ذهني، بوصل لافضل الافكار، لان العاملين دول بيشتغلوا معايا، فاكيد بيكون في ادماغه في اذانهم افكار ممكن تفيدني. لما بعمل مشاركة للعاملين، العميل بيحس بذاته، بيحس باهميته. لما العميل يحس بذاته ويحس باهميته، انتمائه هيزيد للمؤسسة. لما انتمائه هيزيد للمؤسسة، انتاجيته هتزيد، دفاعه عن المنظمة هيزيد، هيتعامل مع المنظمة كأنها بيته، هيخاف على الموارد اللي موجوده داخل المؤسسه، فمش هيهدر الموارد، هيكون مقتنع بيك جدا، هينفذ اوامرك وتعليماتك مش خوفا منك ابدا، ولكن ثقه وحبا فيك. دي كلها نتائج ايه؟ بتاتي نتيجه المشاركه المتعلقه او مشاركه العاملين في اتخاذ القرار. من خصائص المنظمات المبدعه ايضا استقلاليه. هي يعني هي تاتي ممكن تكون تكرار شويه للحريه، ولكن ادي استقلاليه لبعض الموظفين في اتخاذ بعض القرارات. هل اعمل لهم استقلاليه كامله في العمل؟ لا طبعا، مش ما فيش حاجه بتدار كده، ولكن ادي لهم درجه من الاستقلاليه حسب ظروف العمل، درجه من الاستقلاليه. انما ما ينفعش طبعا ادي حريه واستقلاليه كامله لكل موظف يعمل اللي هو عايزه سداح مداح، لا ده طبعا غلط، دوت هيؤدي الى فشل المؤسسه. ولكن لابد ان يكون هناك قوانين وتعليمات، ولكن لابد ان يكون هناك درجه من الاستقلاليه للموظفين داخل المؤسسه. كل هذه الامور تؤدي الى وجود ايه؟ تؤدي الى وجود منظمه مبدعه. عكس كده سيؤدي بالتاكيد الى منظمه فاشله غير مبدعه. هي منظمه روتينيه لا تبدع، اي ازمه توقعها. طبعا انا لما اتكلم عن خصائص المنظمات المبدعه، انا قلت 2 4 6 8 8 خصائص، دوت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يعني ممكن تقول حضرتك ايه؟ انا من خصائص المنظمات المبدعه تفويض السلطات، انا من خصائص المنظمه المبدعه اتباع سياسه الباب المفتوح ومشاركه العاملين زي ما موجود قدام حضراتكم هنا. ان من يعني هناك العديد من خصائص المنظمات المبدعه. في عندي بعد كده يا جماعه مداخل مختلفه للقياس الفعلي، انا اتكلم عن مداخل القياس الفعاليه التنظيميه. طبعا احنا اتكلمنا من شويه قلنا ايه؟ قياس الفعاليه التنظيميه. وقلنا فعاليه تنظيميه هي قدره المنظمه على تحقيق الاهداف. وقلنا ان هذا التعريف هو اكثر التعريفات انتشارا، اكثر التعريفات انتشارا في كتب اداره الاعمال. اكثر التعريفات انتشارا في كتب اداره الاعمال. ولكن هناك العديد، يعني ايه المدخل ده؟ بقول لو انت بتحقق هدفك معنى كده ايه؟ لو انت بتحقق هدفك معنى كده ان انت فعال، لو ما بتحققش هدفك يبقى انت كده غير فعال.
خلي بال حضراتكم بقى، في عندي العديد من المداخل اللي اقول حضرتك انت فعال ولا غير فعال. اول مدخل بيقول القدرة على تحقيق الاهداف. يعني ايه؟ وضعت لنفسك هدف، انا كراجل بتاع تنظيم قلت تعالى اعمل اقيس مستوى هل المنظمة فعالة ولا غير فعالة، فقلت لحضرتك هات الاهداف اللي انت وضعتها بقالك فترة زمنية وانجبت. هل انت وصلت لهذه الاهداف؟ اي وصلت، لو وصلت لهدف كذا، وصلت لهدف الثاني، الثالث ما وصلتلوش، اقول لحضرتك انت فعال بنسبه 50% 70% 80% وهكذا. دوت طريقه للحقيقه للقدره على تحقيق الاهداف، طريقه لقياس الفعاليه التنظيميه. ولكن خلي بال حضراتكم يا جماعه، هل هذه الطريقه لم يشوبها بعض العيوب؟ زي ما احنا اتكلمنا، احنا كنا بنقول ايه فعال؟ فعال تهتم بالنتيجه بس ما تهملش الطريقه، فعال تحل المشاكل اللي قدامك بس التزم بالقواعد والتعليمات، فعال زود الارباح بس ما تقلل التكاليف. يعني ايه يا جماعه؟ هو هنا اهتم فقط بالهدف، ما اهتمش بالوسيله التي تم الاعتماد عليها في تحقيق الهدف. زي ما قلت لحضراتكم انا وصلت لاهدافي ولكن قد اكون بتكلفه عاليه جدا، دي فعاليه تنظيميه ولكنها ضعيف. صح ولا ايه يا جماعه؟ زي ما احنا عارفين النظام، المنظمة عبارة عن ايه؟ نظام متكامل، مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات، تخزين عكسية. انا اهتميت بالجزء فقط اللي هو المتعلق بالمخرجات، ولكن يا عم خلي بالك لازم تقيس فعالية المدخلات، لازم تقيس الفعالية اللي موجودة في عمليات الإدارة، لازم تقيس الفعالية المتعلقة في عملية التعرف على التغذية العكسية والتعرف على رد فعل البيئة الخارجية. ديت كلها بتؤدي الى قياس الفعاليه التنظيميه. القدره على تحقيق الاهداف لم تهتم بهذه النظام او بالاداره بالكامل او بالمنظمه بالكامل على انها نظام. المدخل النظمي بقى، لا ده المدخل اللي هو يعني ايه؟ ازال العيوب المتعلقه بالقدره على تحقيق الاهداف، لان هو قسم المنظمه الى مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات. وقال المدخلات اكيد بيكون لها اهداف، هل بتحقق اهدافها؟ عمليات الاداره بيكون لها اهداف، هل بتحقق اهدافها؟ المخرجات لها اهداف، هل بتحقق اهدافها؟ هل بنعرف رد فعل المجتمع الخارجي لو في التغذيه العكسيه؟ ده كلها بتحقق، بيقول لا بقيس الفعاليات التنظيميه بناء على كده. في مدخل القدره على ارضاء الجهات الاستراتيجيه المؤثره في التنظيم، ده اللي احنا بنتكلم عليه من اول المحاضره. اللي انت تحقق مين؟ اهداف العملاء والعاملين والموردين والوسطاء، تحقق كل الاطراف المؤثره فيك. هل انت بتحقق كل الاطراف؟ يبقى انت فعال. لما بتحققش اهداف كل الاطراف يبقى انت غير فعال. في مدخل القدره على التوافق بين القيم، طبعا زي ما احنا عارفين المؤسسه العديد من الاطراف وكل طرف له قيم معينه وهنتكلم عنها. وفي نقطه خطيره هنا جدا هنتكلم فيها، اللي هو قياس الفعاليه التنظيميه بناء على دوره حياه التنظيم. زي ما احنا عارفين يا جماعه ان دوره حياه التنظيم ايه؟ في عندي مدخل، مرحله الابداع، مرحله الجماعيه، مرحله الرسميه، مرحله النضوج، مرحله الهبوط. هل لما انا اقيس مستوى الفعاليه التنظيميه لمنظمه في مرحله النضوج زي منظمه في مرحله الابداع؟ لا طبعا، ده طريقة قياس الفعالية مختلفة تماما. هل أنا لما أجي أقيس على فعالية طفل صغير أقيس عليه نفس المقياس اللي أنا بستخدمه على فعالية رجل كبير؟ لا طبعا، المقياس يختلف. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة. يعني إيه؟ منظمة في مرحلة الإبداع، أنا ممكن ما أكونش بربح ولا هللة، مفيش عندي ربح خالص، ولكن بدأت اللي أنا عندي علاقات إيجابية في السوق، بقى عندي علاقات إيجابية مع بعض العملاء، مع بعض المنافسين، مع بعض الناس اللي بتجيب لي بضاعة، بقى عندي كادر موظفين على أعلى مستوى من الكفاءة، أنا لسه ما ربحتش هللة واحدة، ولكن ممكن كده أكون فعال بنسبة 100%. إنما منظمة ممكن تكون في مرحلة النضوج وبربح مليون ريال شهريًا وما أكونش غير فعال. ليه؟ لأن أنت كنت بتربح السنة اللي فاتت 2 مليون فبدأت تقل، او انت بتربح ولكنك غير ملم باحتياجات البيئه الخارجيه، فده تهديد لحضرتك. يعني على الرغم ان انا بربح النهارده مليون ريال، النهارده في اليوم مليون ريال، بس ممكن اخسر بكره وبعده وبعده، وممكن خلال 3 سنين اطلع من السوق. انما الراجل اللي لسه بادئ ده في مرحله الابداع عنده علاقات ايجابيه عاليه جدا، ده بتؤهله اللي هو هيكون قائد للسوق بعد كده. فانا بتكلم على فعاليه تنظيميه، يعني ايه؟
الفعاليه التنظيميه اللي انا بقيس الفعاليه التنظيميه وفقا للمرحله التي يمر بها التنظيم. ما اقدرش اقيس الفعاليه مقياس اللي انا استخدمه لطفل صغير زي المقياس اللي انا استخدمه الراجل الكبير، اكيد المقياس بيختلف. المدخل بقى اللي هو بعد كده مدخل اداره الجوده الشامله. مدخل اداره الجوده الشامله اللي هو الجوده في كل شيء. الجوده في كل شيء. الجوده في العاملين، الجوده في الادوات المستخدمه، الجوده في الاداء التنظيمي، الجوده في الهيكل التنظيمي، الجوده في كل شيء داخل المنظمه، الجوده في علاقات المنظمه بالغير، وده هنتكلم على اللي هو ارضاء العاملين، ارضاء العملاء، التحسين المستمر، التركيز على مبادئ الاداره العليا، في عندي العديد من اداره الجوده الشامله. طبعا ديت الملخص. المحاضره الجايه ان شاء الله هندخل في المداخل مفهوم مفهوم ونوضحه لحضراتكم. طبعا احنا شرحنا حوالي 8 شرائح النهارده. الغرض اللي انا بشرح كتير جدا في الشريحه الواحده يا جماعه اللي انا يا ريت ما تحفظوش. في ناس كتير يقول لك التنظيم عباره عن حفظ. انا زمان حضرات شايفين حضراتكم وانا بشرح لحضراتكم انا بحاول اربط مقارنه نظريه التنظيم بالتسويق بالاداره هي اداره اعمال. انا عايز حضرتك تكون مستوعب هذا الموضوع، مش مجرد عارف على تنظيم القدره على تحقيق الاهداف وما انتش فاهم يعني ايه. لازم اعرف يعني ايه فعاليه، يعني ايه كفاءه. هل معنى ان انا اكون فعال معنى كده ان انا ما اكونش كفء؟ هل معنى ان انا كفء معنى كده ان انا ما اكونش فعال؟ ازاي فعلا؟ يعني عايز حضراتكم تتعلموا فعلا اداره صح، عايز حضراتكم تتعلموا فعلا ازاي تكونوا فاهمين مش حافظين. لما تكونوا فاهمين دوت ان شاء الله الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم هتستفيدوا منه في اعمالكم في حياتكم الشخصيه وفي حياتكم العمليه ان شاء الله. انما تفضل تحفظ وتجيب لي اي بلس وتطلع ما انتش فاهم شيء. احنا مش عايزين كده. احنا كليه اسمها كليه الدراسات التطبيقيه، اهم حاجه حضراتكم الناس تطلع عندنا تكون طالعه عندها استيعاب عالي لعلم الاداره، تكون فاهمه. تكون فاهمه كويس جدا يعني ايه اداره اعمال. ما تكونش كلمتين وحافظينهم وخلاص، علشان كده انا بركز على الشرح الكتير اكتر من الكلام النظري اللي موجود. فيا ريت ان الكل يسمع محاضراتي ويستوعبها جيدا. ان شاء الله في المحاضره القادمه هنكمل بقيه الفصل ونراكم على خير في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.